أربعة أو خمسة. إحنا وصلنا خمسة، زيدوا لنا بركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحنا الآن كنت وجدوا داخل المسجد كما كتشوفوا مباشرة بعد ما صلينا الجمعة. ما شفتوا في الفيديو السابق اللي قاس اللي كنا عملنا بزاف الحاجات هنا، شفتوها معنا وشفتوا المسجد بلي بزاف الحاجات ما كاينينش فيه، والحاجة الوحيدة اللي طلبنا حنايا وهي الصومعة. قلنا يعني الصومعة هي اللي مهمة، هي المنارة المسجد، واخا من بعد بزاف الحاجات اللي ما كاينينش باقي ما تكملوش في هذا المسجد. وطلبنا الله وطلبناكم باش تدخلوا وتعاونونا وتستجبوا للدعوات ديالنا بشأن هذا المسجد، والحمد لله رب العالمين وفقنا الله ووفقكم. والصراحة فاجأتوني أنا شخصيا، تفاجأت حتى أنتم ما عاد تفاجئوا إن شاء الله من بعد اللي غتشوفوا هذا المبلغ اللي توصلنا به. يعني باش يثقوا فيك الناس وتوصل بهذا المبلغ في المدة 4 أيام، خصك يعني خصك يكون مرضى الوالدين والناس ثقة فيك ومدعمينك، والحمد لله رب العالمين. هادشي فضلكم فضل الله وفضلكم انتوما. دابا نوريكم المبلغ، غنحسبوا تشوفوا المبلغ اللي توصلنا به كامل في هذه المدة 4 أيام. اجي يا محمد. دابا غنحسبوا الفلوس حداكم وحدا الجماعه حتى هما هنا راهم تما كتشوفوا باقيين في المسجد. اجي شحال الجمعه السابقه شحال قلت لكم الصمعه؟ قلت لكم الصمعه شحال خصها؟ قلت لي خصها 5 تقريبا، يعني ما بين 5 و6. ياك واخا سيدي كما كتسمعوا، انا هضرت مع الجماعه فاش عملنا، كنا عملنا ذيك الفيديو مش حال الجماعه تقريبا خصها الصومعه، يعني ابر ديك الشيء اللي الاخر اللي باقي بلا صلاح. قالوا الصومعه خصها ما بين 5 و6 تقريبا. انا دابا نحسبوا نشوفوا واش عندنا هنا المبلغ ولا كاين ولا اكثر او اقل. بسم الله. ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، ها أربعة، ها خمسة. احنا وصلنا 5، زيدوا لنا بركة. زيدوا لنا بركة، زيدوا. ها ستة، زيدوا لنا بركة. ها سبعة، زيدوا لنا بركة. زيدوا. ها ثمانية، زيدوا. ها لنا بركة. ها تسعة، ها بركة. ها نزيدوا. أسيدي عزيدو عشرة، نزيدو بركة، نزيدو أرسل نزيدو أحضر أحضر 10 مليون، أسمي هذا الفرنك. أجمعنا في المدة 4 أيام تبارك الله. أنا صراحة ربي اللي شاهد، صراحة فاش توصلت بهالمبلغ هذا الله يشاهد على ما أقول، ما دانيش النعاس وحتى العينين ديالي دمعوا بالفرحه حيت استجبتوا لي وثقتوا فيا، والله وفقنا كاملين. الله يرحم الوالدين، جزاكم الله خيرا، هذه احسن حاجه عملتوها. توصلنا خوتي ب 11 مليون و 600 الف فرنك، اي 11 مليون و 120 الف ريال اللي توصلنا بها. هذه 11 مليون قبل ما نوريكم شنو غنعملوا بها في المسجد ان شاء الله، الشغل اللي غنبداوه والخدمه اللي غنعملوها في هذا المسجد من غير الصومعه ان شاء الله. عند دابا عند دعوا معاكم، عند دعوا معاكم اللي صحاحين، وعند دعوا مع المرضى، وغن دعوا مع الناس اللي توفوا لكم مع الوالدين او الاقارب ديالكم وعطيتوا الصدقه عليهم، صدقتوا عليهم. هادشي ان شاء الله غن دعوا معاكم دابا كاملين، ومعنا هنا الامام والجماعه كما كتشوفوا، عند دعوا معاكم كاملين ان شاء الله يا ربي، وانتم كتشوفوا هذا الفيديو معانا. فرحانين الجماعة، راك تشوف هانتوما كتسمعوا، راه كلشي فرحان، القلوب عالم بها الله سبحانه وتعالى. هانتوما ان شاء الله انتوما طلبتوا 5 6، يعني اللي المهمة هي الصمعة. حنا هاد الناس هذا مستجبونا، استجبوا لينا وجمعنا 11 مليون و600 الف فرنك ان شاء الله. طلبوا الله
دعمنا جميع الحاجات اللي باقيين في المسجد اللي باقيين بلا ما نقصوا حتى شيء نطلب الله سبحانه بها. وهاد الناس هذا قالوا لي خدموا بداو يقولوا خدموا ولا بقى شي حاجه مستعدين يزيدوا. للتذكير راه كاينه واحد السيده تبرعت ب 5 مليون الله يجازيها بيه خير. ها وكاينه واحد السيده عاود تبرعت ب 3 مليون هذا مع جوج النساء 8 مليون الله يجزيهم الله يجزيهم تبارك الله. هذه واحد شوف تبارك الله الناس شنو الناس كانوا شوف كنخلي موراها امراض الوالدين الناس شنو كذا ولاد الله يرحم لك الوالد. والمسائل اخرى توصلنا بها عاود كاين اللي صيفط 500 كاين اللي 2000 وهذو جمعنا المسائل اخرى شكرا لكم بزاف. كاين الناس اللي صيفطوا من برا المغرب وكاين داخل المغرب جزاكم الله خيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. يا رب إن في هذا النهار المبارك السعيد في هذا اليوم الأغر السعيد من أفضل أيام الدنيا وهو يوم الجمعة. هذا هو أفضل أيام الدنيا هو يوم الجمعة. فيه ساعة إذا سأل الإنسان أو سأل العبد ربه الله سبحانه وتعالى يستجيب له دعوته. إن في هذا اليوم ساعة إذا دعا الإنسان ربه بدعوة استجابة. يا ربي أن تجعل هذه الساعة هي ساعة استجابة. آمين. يا ربي أن تجعل هذه الساعة هي ساعة استجابة. آمين. يا ربي أن تستجيب دعاءنا. آمين. ولا تردنا خائبين. آمين. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين. يقول الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يا ربنا أن تستجيب دعاءنا ولا تردنا خائبين. اللهم يا ربي هذا الدعاء يعني نرجوه يا ربي أن يصله إلى 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 أصحابه. يا ربي أن تجعل لهم هذا الدعاء أن تبلغ لهم هذا الدعاء على طبق من نور. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. هؤلاء المتصدقون هؤلاء المحسنون هؤلاء الأسخياء المتقون اللهم يا ربي أنفق عليهم من خزائن الله. اللهم أنفق عليهم من كون الله. اللهم أنفق عليهم من رحمة الله. اللهم يا ربي كلهم وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا. اللهم يا ربي أن تجعل هذه الصدقة في ميزان القبول. اللهم يا ربي اكتب لهم هذه الصدقة في أعلى عليين. اكتب لهم هذه الصدقة عندك يا رب العالمين وأن تجعل أمواتهم في جوار النبيين والصديقين. اللهم يا ربي أن تبلغ لهم هذه الصدقة إلى أصحابها في قبورهم. اللهم يا ربي من له ميت أو ميت يعني الذين يترحمون عليهم اللهم ارحمهم برحمة الله الواسعة. اللهم تغمدهم برحمة الله الواسعة. اللهم اجعلهم من الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قترا ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يا ربنا أن تجعلهم من الذين استقاموا على الطريقة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم انفق عليهم من خزائن الله. اللهم انفق عليهم من أبواب الله. اللهم انفق عليهم من خيرات الله. اللهم اعطهم الخير فوق الخير. اللهم انعم عليهم من الجنة. اللهم اجعلهم ساكنين في الجنة والنعيم. يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا ربي من يعني تصدق بقليل او كثير من بعيد او قريب فاكتب له يا رب هذا الصدقة الى 700 ضعف. يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. حيث يقول صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا ولو كمفحص قطار بنى الله له بيتا في الجنة. هؤلاء تصدقوا بأموال لا يستهان بها فإنهم يرجون رحمة الله ويرجون مرضاته ويرجون غفرانه. اللهم اكتب لهم هذه الصدقة. اللهم بلغ لهم هذا الدعاء. اللهم أمطر على أمواتهم الرحمات. اللهم كل
لهم ولين نصيرا، وشفع فينا وفيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وما أنفقوا من شيء فربنا سيخلفه، مصداقا لقوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. اللهم يا رب زدهم خيرا على خير، وزدهم إيمانا على إيمانا، وزدهم تقوى على تقواهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنهم محسنون فزد في إحسانهم، وإنهم كرماء فزد في كرمهم، وإنهم أصفياء فزد في سخائهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نحن ولله الحمد هذا المبلغ يعني جيد، وهذا المبلغ عظيم، وهذا المبلغ محترم لبيت الله، لبيت الله ولبناء صومعته ولصيانته ولرعاية شؤونه يعني ونظافته وما إلى ذلك من الإيجابيات والمحامد والمكرمات التي تدخل في نطاق بيت الله سبحانه وتعالى، لأنه أحق بالرعاية في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. إذن هؤلاء تصدقوا، الله يجعلهم من المتصدقين، الله يجعلهم من المتصدقين الصادقين عندك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وهذا الأخ المبارك، هذا الأخ العظيم السي عبد العالي المحترم، فإنه يعني يجري، فإنه يعني لن يدخر جهدا بجلب هذه الخيرات إلى بيت الله وبطلب هذه الأموال إلى بيت الله من أجل مصلحتها ومصلحة الفرد والمجتمع. يعني هو الإنسان يعني جارنا ويسكن فيها هذا الدوار، وهو يسعى جاهدا من اجل يعني الارتقاء ببيت الله وبمصلحته. الله يزيد خيرا على خير، الله يزيد خيرا على خير، الله يزيد يعني نور على نور، الله يخرج من الظلمات الى النور. اللهم يا رب كل هو لنصيره هو وزوجته وبناته، الله يجعل فيه الخيرات اين محلوا وارتحلوا، الله يجعل فيه البركات اين محلوا وارتحلوا، اجعل فيه من البركه في الحل والترحال يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. والجماعه جميعا الله يحفظهم من كل باس، اللهم كل له وليا ونصيرا. اللهم ألف بين قلوبكم وأصلح ذات بينكم، وارزقوا كلنا يا ربنا ولكم ولي نصيرا. اللهم أعنا وأعنكم على كلمة الخير وعلى قول الخير وعلى فعل الخير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ومرضى المسلمين كلهم، إذا هذا المرضى هؤلاء الناس المتصدقون، المرضى ديال الله يشافيهم، الله يعافيهم. اللهم رب الناس اذهب البأس، اشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. اللهم أن تشفي جميع مرضى هؤلاء المتصدقون، لأن كل على حسب نيته. اللهم كافهم بنيتهم، اللهم يا جازهم على حسب نيتهم. إن كان لهم مرضى اللهم اشفهم بشفائك، وإن كان لهم يعني هدف أو غاية اللهم حقق مسعاهم ومرادهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارزقهم وأولادهم التوفيق والنجاح، اللهم ارزقهم يعني النصر والتأييد. اللهم كن لهم وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا. اللهم بأفضل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أخوتي من بعد ملي تابعنا معكم معكم الإمام، نعود نشكركم كاملين الله يرحم الوالدين والثقة اللي بعتوا اللي ملتوا فيا. صراحة أنا فرحان بزاف، فرحان كاملين مع هذه الجماعة ديالنا والناس الدوار، كل شيء فرحان ونشاط.
كما دابا سمعتوا الفقيه قال الحمد لله هذا المال هذا نطلب الله عقدنا المسائل كامله دابا غنخرجوا غنوريكم الشغل اللي غنعملوا بهذه الفلوس ان شاء الله كاملين ونطلب الله يكفيونا يجونا هما هذوك ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. يلا عزيز محمد الكاميرا وتبعني الله يجزيكم بالخير. المهم دابا ان شاء الله الاعمال اللي غنقوموا بها في هذا المسجد من بينهم عندنا التواليطات هذا ما اجي محمد لهنا عندنا التواليطات هذا ما باقي خصهم الخدمه باقي خصهم الخدمه كما كتشوفوا يعني ما مصلوحين شي البيبان عندنا غير واحد كونطروب لكن طبق عين داك الشيء ملبق كما كنقولوا صافي اجي لهنا عندنا هذا القزر هذا يا اخوتي كما كتشوفوا هذا عندنا ترى من هنا القزر ملي كيكون الشتا مزيان الريح شنو كيعمل كيهود هو هذا العود هذا كيمل عليه التراب وكيهود يعني ماشي مره ماشي جوج ردوه للجماعه كيردوه لهنايا كيطيح للزيتون ديال الناس هنايا وهذه هذا ان شاء الله غنحيدوه وغنطلعوا واحد الصوره هنا هذه من جهه غنطلعوا واحد الصوره هنا ان شاء الله يا ربي كما قلنا لكم عندنا واحد البلاصه هنا راه باقى لداخل باقى بلا تلبس هذيك غنلبسوها عود اللي قلنا لكم الطواليط اجي لها اجي العباد حاجه اخرى اللي قلنا لكم اللي هي مهمه وغنبداو فيها الشغل هي الاول ان شاء الله هي الصمعه ها هي البلاصه ديالها عطلع من هنا والثاني حاجه عود اللي غنتبعوها مورا الصمعه وهو السطح السطح ان شاء الله غنقوم ولاديك ديالو غنزلجوه كامل عاوتاني حيتاش كيدخل ملي كطيح الشتاء كيدخل الماء وكتهبط الصباغه يعني ضروري نطلب الله غنسبقوا الصمعه هي الاولى من بعد غنقوزوا للسطح الا بقالنا الفلوس ان شاء الله غنبنيو السور غنبنيو السور ونصلحوا ديك الطواليطات اللي شفتوا ومن بعد عاود غنسبقوا حيت هذا الجامع شحال هذه ما تسبغات وكاين بعض كيبانوا فيها الشقوق بزاف من الحاجات وسخات غنعاودوا ان شاء الله بالصباغه وحتى السراجم كما كتشوفوا باقي بلا صباغه البيبان من داخل بزاف وحتى القبص ان شاء الله ولكن القبص تكلفوا به وحجد المحسنين قالوا هما غيعملوا له القبص ان شاء الله كما قلت لكم في الفيديو السابق يعني مكلفين بجهد الناس اللي يعملوا له القبص من داخل ان شاء الله يا ربي هذا هو الشيء اللي غنقوموا به ان شاء الله شكرا بزاف كنعاودكم نشكركم بزاف فينا واحد الفرحه كاملين لا توصف الصراحه فرحتونا الله يفرحكم الله يخلف لكم هذا المال اللي صيفط الله يخلف لكم كاملين مضوبل ان شاء الله بالملايين الكثيره وحتى هاد الناس اللي كتشاهدونا دابا ودعيتوا معنا دعيوا هذا الخير وفرحانين انتم الله يسهل عليكم كاملين يلا نضربوا سكسو يلا هذا العموم ديالي ولد عمي هدايا ملي كيكون عارف شي حاجه في المسجد هنايا مع الجماعه وكانوا كيجمعوا شي نصيب ولا شي حاجه او شي حاجه كيدخل فيها هو الاول جزا الله خيرا تفضل بوحال الكلمه السلام عليكم انتما جزاكم الله خيرا والله يثبت العمل ديالكم والله يوفقكم للخير وكندعوا معاكم والله يعطيكم النجاح لوليداتكم وليكم والله يثبت العمل لنا وليكم ولجميع المسلمين ومهم الفرحه ما كتوصفش ما شاء الله وصافي والله يثبت لكم العمل وشكرا امين ما محمد عود الله يجزيكم بالخير زعما الفرحه شنو نقول لك انا جاتني البكيه الصراحه والله لما تشوف اقول جاتو البكيه بالفرحه قوه الفرحه الله يجازيكم بالخير كنشكركم بزاف بزاف راه زعما الخير اللي عملتوا في المسجد واستجبتوا الدعاء ديالنا الله يرحم لكم الوالدين والله يشافي اللي عنده شي مريض الله يشافيه له الله يشافي كل مريض الله يرحم كل ميت الله يدخل عليه الرحمات الله يرحمه ويدخل عليه الرحمات والله يسهل عليكم كاملين اللي ما عنده شي اللي كيتمنى شي حاجه في في الحياه ديالو كامل الله يسهل عليه والله يوفق كل واحد والله يرحم لكم الوالدين كاملين والله يجازيكم بخير شكرا اخوتي مره اخرى نعاود نشكركم انتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته